يعني في نقاشات زادت، وبشكل خاص برضو داير أسأل هل أنتم بتستخدموا اللغة اللي أنتم بتتكلموا عنها زادوا، يعني موضوع اللغات اللي بيواجهنا تحديات استخدامها دي، هل تستخدموا اللغة في النقاشات؟ يعني أنا بقول كده ليه؟ لأنه لما كنا في الجامعة في الأيام الثقافية أو البرامج بتاع اليوم الثقافي في فترتنا، نحن كنا خاطين زي رول كده إنه في اليوم الثقافي لما تلاقيني وأنا من نفس الإثنية ما تتكلم لي عربي. الحاجة اللي كان فرق شديد في ناس كتار هم يتربوا في مناطق ثانية وما بيعرفوا اللغة، لكن شوية شوية بيجوا بيعرفوا اللغة، بيرقصوا الرقصات كده. يعني إذا في مناهج معينة أنتم بتستخدموها برضه في أو أدوات بتستخدموها في النقاش، وهل اللغة مستخدمة؟ شكرا. شكرا لك. صراحة سؤال جميل. نحن ممكن الأول الموضوع بتاع اللغة دي المنطقة اللي نحن فيها في تباين مع الناس مختلفة، وحتى ذات ممكن الناس اللي بتكون معاقلة برضه في اختلاف يعني في اللغات ذاتها. مثلا حتى لو في منطقة تباين اللغة أو غير تباين اللغة في